السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحبائي؟ اليوم هو الاثنين الموافق 6 من شهر نيسان. أخذنا في الحصة السابقة عن من أسماء الله تعالى الرزاق، لنقوم بمراجعة الدرس السابق. من يذكر لي ما حفظه من أسماء الله تعالى؟ هل تذكرون عندما كنا نحفظ الأسماء؟ ومن يرزق الإنسان؟ ومن يرزق الطيور؟ ومن يرزق الحوت في الماء؟ هيا أعزائي، أحسنتم. الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، العليم، العظيم، الرزاق، وغيرها الكثير. ومن يرزق الإنسان والطيور والحوت في الماء؟ أحسنتم، إنه الله تعالى. ماذا يجب علينا أن نفعل لنحصل على رزقنا؟ أن نعمل ونتوكل على الله تعالى بأنه هو المتكفل برزقنا. إذن ما توصلنا إليه في الحصة السابقة هو أن الله تعالى هو الرزاق، والرزق مكفول لكل الحيوانات والمخلوقات، ويجب علينا أن نسعى للحصول على الرزق. وأنعم الله تعالى على المخلوقات بنعم كثيرة، ورزق جميع المخلوقات ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والمسكن. نعم، أحسنتم. والآن لنبدأ بدرسنا لهذا اليوم. الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. والآن أعزائي، من يذكر لي بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ودورهم في نشر الإسلام وصبرهم على العذاب من الكافرين؟ هيا أعزائي فكروا قليلا. أخذنا اسما قبل عدة أيام، من يذكره لي؟ أحسنتم، الصحابي عمار وعائلته آل ياسر. أحسنتم. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما بات في فراش النبي. والآن لنقوم بالتعرف على الصحابي بلال بن رباح. من هو بلال بن رباح؟ ومن سيده؟ وماذا فعل سيده بعد علمه بإسلامه؟ لنشاهد هذا الفيديو سويا. تكتفي يا بلال، فهناك المزيد. أحد 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 أحد. إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف عنك العذاب. لساني لا يخالف قلبي. اللهم اجعلني من عبادك الصابرين. أما آن لك أن تعود إلى صوابك بعد كل هذا العذاب يناجي ربه؟ لا فائدة، لا فائدة. لا تيأس يا أمية. لا أحتمل، لقد مللت منه، سأقتله. إنك إن قتلته أرحته من العذاب. استمر في تعذيبه ولا تيأس. من أنت وما شأنك؟ إني رسول أبي بكر إليك. وما شأن أبا بكر بأمر كهذا؟ إنه عبدي، ملك لي،
أعذبه كما أشاء، فما دخلك أنت؟ إنه عبد الله وحده، وأبو بكر يطلب منك أن تكف عن تعذيبه. أتريده أن يستبدل الضلال بالهدى؟ اصمت! هل تسبنا وتسب آلهتنا؟ فليشتريه أبو بكر إذا أراد، إن ثمنه 7 أوقيات من ذهب. والله لو طلبت 100 أوقية من الذهب لفديناه. لو عرض أبو بكر درهما في هذا العبد لأعطيته إياه. انتشر الإسلام واشتد عذاب الكفار للمسلمين، فأذاقوهم كل أنواع التعذيب، الكي بالنار والضرب بالصياط والصلب والجر بالحبال على الأرض الملتهبة. نعم، حتى جاءت الهجرة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يثرب، وفي نفس المكان الذي بركت فيه الناقة ونزل عنها رسول الله، وبنى المسلمون أول مسجد، ورفع بلال أول أذان في الإسلام. وعندما جاء يوم فتح مكة والصلب والجر بالحبال على الأرض الملتهبة. نعم، حتى جاءت الهجرة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يثرب، وفي نفس المكان الذي بركت فيه الناقة ونزل عنها رسول الله، وبنى المسلمون أول مسجد، ورفع بلال أول أذان في الإسلام. وعندما جاء يوم فتح مكة وهدف المسلمين. نعم، إذن هو صحابي جليل من السابقين للإسلام. ومن كان سيده يا ترى؟ كان عبدا لسيده أمية بن خلف. إذن اسم سيده أمية بن خلف كما شاهدنا في الفيديو السابق. ومن هو أمية بن خلف؟ كان من سادة قريش ووجهائهم وكبارهم. وماذا فعل سيده بعد علمه بإسلامه؟ كما شاهدنا في الفيديو فإنه عذبه، فكان يخرجه إلى الصحراء في الحر الشديد ويضعه على الرمال، ثم يضع صخرة على صدره ويضربه ضربا شديدا. وماذا كان يقول بلال أثناء التعذيب؟ كان يردد بصبر وثبات، أحد أحد. هل تعرفون معناها؟ أحد، هل تعرفون معناها؟ أحسنتم، معناها أن الله تعالى واحد لا إله إلا هو ولا شريك له. من الذي اشتراه وحرره؟ اشتراه أبو بكر الصديق عندما مر عليه يوما فآلمه ما رأى من عذاب بلال، فقال لسيده أمية: متى تترك هذا المسكين؟ قال له أمية: إنه عبدي وملكي، وإذا كنت مشفقا عليه فاشتره. فاشتراه أبو بكر وأعتقه لوجه الله تعالى، أي تركه حرا لوجه الله تعالى. وما العمل الذي اشتهر به بلال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عرف بلال بالرباح بجمال صوته، فاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن للصلاة، فكان أول مؤذن في الإسلام. بما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا؟ بشره ووصفه بأنه رجل من رجال أهل الجنة. ومتى توفي بلال بالرباح؟ توفي في 20 للهجرة، بعدما شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته. والآن أعزائي، من يذكر لي 3 من الصحابة رضي الله عنهم من الذين قدموا تضحيات في سبيل الدعوة إلى الإسلام؟ نعم، أحسنتم، رائعين.
الصحابي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والصحابي عمار بن ياسر ووالديه، والصحابي بلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا. والآن لنذهب لاستخرج من الدرس صفتين للصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. أحسنتم، جمال صوته والصبر والثبات على الإسلام. والآن السؤال الثاني، كان بلال بن رباح رضي الله عنه عبدا عند من؟ عند سيده أمية بن خلف، الصحابي الذي دفع المال ليطلق سراح بلال رضي الله عنه. ما هو؟ من هو يا ترى؟ أبا بكر الصديق. أحسنتم، بلال رضي الله عنه هو أول مؤذن في الإسلام. تأكد عزيزي من حلك وانقل هذه الأجوبة على كتابك. والآن لنستمع إلى هذه الأنشودة. شكرا أعزائي لحسن استماعكم، لا تنسوا أن تكتبوا ما أخذناه على كتبكم، وشكرا لكم.